اسمك وعرف نفسك بعد اذنك. محمد عبد الحميد، عضو ائتلاف احرار الجماعه الاسلاميه، من اسكن في منطقه المطريه، مدرس بالازهر الشريف. عضو كنت سابق في الجماعه الاسلاميه؟ كنت عضو سابق في الجماعه الاسلاميه، وبعد التغيرات التي حدثت في 2001 في مبادره الجماعه الاسلاميه لوقف العنف، اصبحت هناك تغييرات جذريه، فاصبحت الجماعه الاسلاميه حادت عن الطريق الصوابه والطريق الحق. مع ان انا مع مبادره وقف العنف، الا ان الجماعه الاسلاميه اصبحت غير مستقله في قراراتها السياسيه ولا توجهاتها الدعويه، فاصبحت تمالئ النظام الحاكم اينما كان. ونلحظ ذلك في بيانات الجماعه الاسلاميه على المتحدث الرسمي باسمها نجح ابراهيم، عندما قامت الثوره المصريه فهو كان معارض للثوره من اول يوم قامت فيه، وقال ان هؤلاء فوضويون. وعندما بدا انتصار الثوره المصريه ايد الثوره، ثم عندما قام عمر سليمان بالاجتماع ببعض الائتلافات الشبابيه وبعض الاحزاب واصبح النظام واقفا بعد الشائع على قدميه، نزلت البيانات تؤيد النظام. ثم بعد ذلك بعدما انتصرت الثورة نزلت بيانات تؤيد الثورة، فهم لا يبغون القول الحق ولا الحقيقة ولا الرؤى الشرعية الصحيحة، وإنما يمارسون انتهازية سياسية مع الحاكم أينما كان. وطبعا احنا عارفين ان كانت توجهات الجماعة الإسلامية العنف والعنف المفرط، ثم غيروا هذه الآراء 360 درجة لأن يسبحوا بحمد الحاكم ويقدسوه، وهو ولي الأمر المطاع، ونسوا تماما المعارضة أو الدعوة السلمية. وكان هناك اتفاقا شبه مبرم بين الجماعة والنظام الحاكم بتفكيك الجماعة الإسلامية تفكيكا مبرما، حتى أن نلاحظ أن الجماعة الإسلامية قبل الثورة المصرية لم يكن لها وجود على الإطلاق، إلا أن تستدعى الجماعة الإسلامية عندما يريد لها النظام أن تستدعى في بيانات ضد الشيخ أسامة بن لادن، أو بيانات ضد تنظيم القاعدة، أو بيانات ضد الإخوان، أو بيانات ضد التيارات السلفية. فقط الجماعة الإسلامية تستدعى عندما تكون هناك مصلحة للنظام، وليس مصلحة دعوية أو مصلحة شرعية في أي شيء. ونحن نعلن أن الجماعة الإسلامية مختطفة من لدن القادة اللا تاريخيين، قادة الجماعة الإسلامية، فهم استولوا على الجماعة بطريق غير مشروع وانتخابات غير نزيهة تحققت لهم بعض المصالح مع النظام السابق، وبعض المصالح مع أجهزة الأمن، مصالح شخصية. فلذلك حادوا عن طريق الحق وحادوا عن طريق الصواب، وأصبحت الجماعة الإسلامية أداة في يد النظام يفعل بها كيفما شاء. ونحن من هذا المنطلق اعترضنا على هذه التوجهات السيئة التي تسيء إلى الحركة الإسلامية والتي تسيء إلى الثورة. وأخيرا نلحظ بأن عاصم عبد الماجد الذي دعا فيه إلى تطهير ميدان التحرير بالقوة وبالعنف، فنرى أن الجماعة الإسلامية غير صادقة في مبادرة وقف العنف، فهم يستخدمون العنف ولكن بشكل آخر بدلا من النظام، ولكن ضد الشعب. هذه المرة هم نؤكد أنهم غير صادقين في طرحهم لأفكار العنف، ولكن هم يستخدمون العنف الآن بدلا من النظام، هم يستخدمونه ضد أفراد الشعب السلميين العاديين. ونحن نحمل قادة الجماعة وخاصة عاصم عبد الماجد أي عنف يحدث في ميدان التحرير، فميدان التحرير ميدان الشرفاء، ميدان التحرير هو الذي جعل الجماعة الإسلامية بعدما كان محظورا عليها أن تتكلم في وسائل الإعلام ولا تمارس أي دور سياسيا،
الثورة هي التي أعطت لهم هذه الحرية، وهي التي مكنتهم أن يتكلموا ثانيا وأن يعبروا عن آرائهم ثانيا، ولكن استغلوا هذه الحرية استغلالا غير صحيح في ضرب الثورة المصرية لكي يحققوا مصالح شخصية. وهذا ما قاله ناجح إبراهيم أكثر من مرة عندما كنا نجلس نستمع إليه في دروسه عن مبادرة وقف العنف، وقال أننا لو ندمنا عندما قتلنا السادات، وأننا لو ما لقنا لكنا حوله وكنا من المقربين إليه. فهو ندم ليس ندما شرعيا على أنه أخطأ خطأ شرعي، ولكن ندم لأنه لم يمالئ السادات ولم يحقق مصلحة من وراء قتل السادات. فهذه التوجهات توجهات غير صحيحة ولا تدور مع الدين حيث دار، وإنما توجهات تدور مع المصالح حيث دارت وأينما كانت. ونحن لذلك كوننا ائتلاف أحرار الجماعة الإسلامية ليشارك في الثورة المصرية، وهو مشارك في الثورة المصرية من يوم 28 يوم الغضب، يوم جمعة الغضب. ونحن نؤكد على ثوابت الثورة من القصاص للشهداء وتطهير النظام، تطهير البلاد من النظام الفاسد، ومحاكمة رموز النظام، ومحاكمة قتلة الثوار، وتحقيق العدالة الاجتماعية. ونحن نحمل عاصم عبد الماجد المسؤولية الكاملة عن أي عنف يحدث يوم جمعة الفتنة والواقعة. منذ متى حضرتك كنت منضم للجماعة الإسلامية؟ منذ 90، من سنة 90. هل اعتقلت قبل ذلك؟ اعتقلت سنة ونص، من سنة 94 لسنة 95، وبعد كده خرجت من السجن، وبعد كده اعتقلت من سنة 95 لغاية 2006. يعني حضرت الندوات والمراجعات التي حدثت في داخل السجون؟ نعم، حضرت الندوات والمراجعات التي حدثت في داخل السجون، ونحن مع مبادرة وقف العنف قلبا وقالبا، ولكن لسنا مع التوجهات الغير صحيحة لجماعة الإسلامية التي لا استقلالية فيها ولا استقلالية في التوجهات ولا السياسات، وإنما تعبر عن مصلحة النظام فقط. كم عدد الائتلاف بتاعكم؟ عدد الائتلاف بتاعنا بالعشرات. يعني ما زال في التكوين أم يعني ما زال في التكوين؟ ونحن بإذن الله نسعى لتكوين جمعية عمومية في القاهرة، لأننا نعلم جيدا أن قادة الجماعة الإسلامية قد اختطفوها وصنعوا انتخابات مزورة وليست صحيحة، فنسعى بإذن الله لتكوين جمعية عمومية للوجه البحري، لأن الوجه القبلي هو المسيطر على الجماعة الإسلامية، وهو الذي يعبر عن هذه الأفكار الغير صحيحة. هل حضرتك شاركت في هذه الانتخابات؟ لا، لم أشارك في هذه الانتخابات، لأننا نعلم جيدا مصير هذه الانتخابات ومن الذين سوف يتولون الجماعة الإسلامية. هل حدث الانتخابات في إبلي بس أم انتخابات بحري؟ حصلت في إبلي وحصلت بعض في الانتخابات في بحري، لكن انتخابات شكلية ولم ندع إليها ولم يدع لها أفراد الجماعة الإسلامية، مع أنهم في بالآلاف المؤلفة، ودعا إليها أناس محدودون يعلمون توجهاتهم ويعلمون أفكارهم ولهم مصالح خاصة مع مجلس شورى الجماعة الإسلامية ومصالح خاصة مع الصف الثاني من الجماعة الإسلامية. شكرا.